السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي وقت من الأوقات حتى تعطونا آراءكم بالمواضيع اللي إحنا راح نعرضها عليكم، أو المواضيع اللي أنتم تريدون تحجون بها. أي شخص ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصف إشارة الواتساب، على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، وأتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان. ما أقدر أطلع بها أي فيديو أو رسالة صوتية أو اتصال. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام. أول ملف ويانا هو قضية استيلاء المتنفذين والميليشيات على أراضي المواطنين وأراضي الدولة، وتغيير جنس الأراضي من زراعية أو وقف أو مملوكة لأشخاص بحجة الاستثمار. ده تستمر الجهات المتنفذة باستخدام نفوذها السياسي والمسلح بالسيطرة على أراضي المواطنين واستثمارها تحت قوة السلاح. من هاي التجاوزات المتكررة التجاوز على أملاك الوقف السني وتحويل الأراضي الوقفية إلى استثمارية أو استثمارات خاصة من قبل جهات متنفذة. اليوم وراء صلاة الجمعة استنكروا المصلين بجامع الزبير بن العوام رضي الله عنه بقضاء الزبير بمحافظة البصرة محاولات السيطرة على الساحات المحيطة بالجامع واستثمارها من قبل جهات متنفذة، وكان هو هذا رأي المصلين. خلونا نشوفه. هي وقفة استنكارية، وقفة لأن هناك استفزاز للجمهور السني، ونحن لا نريد أي استفزازات. الوضع البصري الحمد لله وضع مستقر، وضع آمن، وضع هادئ، هذا ما نطمح له وهذا ما نتمنى له. لكن هناك استفزازات بعقود استثمارية حقيقة غير محسوبة. اليوم العالم كله بلا استثناء حقيقة يفكر كيف يرفع من شأن الأرض حتى يبين للتاريخ أنه إحنا ناس مو يعني ناس عندنا أساس، عندنا آلاف السنين. فعندما أجي وأنا كاستثمار يشوه منظر مسجد أثري هذا نقف فيه. أما كقانوني لا، والقانون هو ماشي، لكن إحنا حقيقة مثل ما توقفه استثمارين في الزبير بسبب الحشد الجماهيري اليوم نفس العملية. وقفة احتجاجية وبيان استنكار على تلك الاستثمارات التي يقوم بها بعض الأشخاص على الأرض الوقفية بدون علم أو بدون مشورة المشايخ والعلماء، وهذه الاستثمارات تؤثر على أرض وعلى مكانة جامع سيدنا الزبير بن العوام. كان هذا رأي المصلين في مسجد الزبير بن العوام رضي الله عنه بقضاء الزبير. أما محافظة المثنى أدنى مواطن من قضاء الرميثة بالمحافظة يناشد المسؤولين أن ينهون استيلاء المسلحين أو الفصائل المسلحة أو الميليشياوية على قاعهم، وقال أنهم كتلوا أخوه وهجروهم من قبل أحد الشخصيات التابعة للمرجعية. والميليشيا اللي دا يحكي عليها هي ميليشيا أنصار المرجعية، واللي مسؤولها حميد الياسري بحسب المتحدث بالفيديو. خلونا نشوف. الذي جلب الأسلحة وضعفنا، هل لديكم بالقانون العراقي توضع أسلحة الميليشيات قرب الأهالي والدور الآمنة وتهاجم الدولة المواطنين وتقتلهم؟ هل هذا عدل؟ هل هذا عدل وانصاف؟ هذا ليس بعدل ولا بإنصاف. فلنرجع للإسلام. الإسلام حرم نسفك دم المجرم والكافر بالأشهر الحرم. كيف لقد قتله أخانا، لقد قتل أخانا مظلوما، لقد قتل أخانا مظلوما. دججنا بالحراب والسكاكين، بيوتنا زرفت بأسلحتك يا سيد عميد. أين تذهب إلى الله بهذه العصابات الزليتة؟ يشهد الله علي بمئة شخص وأزود يحملون الأسلحة، أغلبها من هذا المسجد. نعم قتلنا من هذا المسجد، أي قتلنا من هذا المسجد. ماذا نفعل؟ عزل 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 وتحت جناح الدولة وتحت جناح القانون.
تسفك دماؤنا وتهجر عوائلنا ونصبح شبوي سيد حميد يا شاسع لك تكلتني. عيد هذا اللي كان صاير في الرميثة. قضية استيلاء المتنفذين على أراضي المواطنين وأراضي الوقف وأراضي الدولة مدى تتوقف؟ أكو تجريف للبساتين، أكو تهديد لناس، أكو اعتقال لأناس آخرين، أكو قتل مثل ما سمعنا هسه بالفيديو اللي فات. أكو هواية أمور تصير بس من أجل أن يتم السيطرة على قاع، والقاع تتبع إلى شخص أو مملوكة إلى شخص أو مملوكة إلى دولة، فإن كانت أرض وقفية فهي مملوكة للدولة، أو كانت ساحة إلى جامع فهي مملوكة إلى دولة، وإن كانت أرض تتبع متنزه أو ساحة عامة أو أي من يكون هي تتبع إلى الدولة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك كرار جمال يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيهم نهب البلاد والعباد. أبو عبد الله الغران يقول: الله أكبر على كل ظالم، أين الدولة من هؤلاء القتلة؟ متى تنتهي هذه المهازل؟ علي زويني يقول: لا تتعب نفسك لأنه هي دولة عصابات وميليشيات. أما مثنى المؤمن: حامين العرض باقة والأول والتالي بيجي والجادرية والآن الرميثة والباقي لا نعلم. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية سيطرة المتنفذين أو الميليشيات المسلحة أو أي شخص عنده ظهر أو خال أو حاج على أملاك المواطنين والدولة. أما الآن أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، تحياتي القناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. تحية ودوم. أستاذ أفل، إحنا بالنسبة ما تكتفي إنه سلطة الأحزاب من 2003 ولحد الآن، هاي السلطة بعد ما قتلت العراقيين وهجرت العراقيين واعتقلت الناشطين واعتقلت الدكاترة وقتلت الدكاترة وحرقت المزارع ودمرت كل شيء بالعراق 2003 لحد الآن. الآن كل قيادة الأحزاب وكل ميليشيات دعم وراها جيوش إلكترونية. هذه الجيوش اللي هي تقوم بتدمير كل ما يعني تقوم به ميليشيات بأوامر اللي تأتي من إيران إلى هاي الميليشيات. اليوم عندنا احتفوا بدماء العراقيين ودماء العراق والأموال اللي يسرقوها، يعني راحوا إلى أقصى أراضي تمتلك للدولة أو تمتلك للمواطنين من أجلنا العامة. فإنه صار عندهم في القوة سيطرة على هذه يعني الناس الفخرة وناس الوسطاء، يعني راحوا هم أراضي بس باسمهم وملاك عندهم وعندهم عقود مثبتة، لكن للأسف بضعف الحال وضعف القوة للناس اللي عندها الناس الأبرياء المدنيين تحاول تستفز هاي الناس وتأخذ الأراضي من عندهم بالقوة والإنكار. هذا المفروض لو عندنا وزارة داخلية محمد الشياع السودان لو كان هو كان رجل إلى مكانته وإلى هيبته بالدولة لكان يحاسب هاي الميليشيات اللي قاعد تسوق يعني أراضي اللي يسووها مولات يسووها يعني مستشفيات لهم مو صالح الشعب صالحهم هم. المفروض أن يكون حساب لهم، يعني من أن يكون تطلع لجان مختصة بهذا الأمر مو تطلع الأحزاب الميليشيات. أكو هناك دائرة العقار يعني مشرفة بهاي الأمور، أكو ناس مشرفين هذه من تكون سيطرتهم بالسلاح، يعني بأنه إحنا عندنا قانون ما عندنا تهجم عندنا قوة عندنا ما عندنا أمن ما عندنا أي شيء نلجأ إليه. فللأسف للأسف إحنا ما زالت هذه الأحزاب اللي تسيطر على العراق وتدمر شعبه وأهله، إحنا ما عندنا وزارة داخلية وما عندنا شرطة نلجأ إليه وما عندنا يعني ناس وزير داخلية يعني من يصير تحدث مع رئيس الوزراء يتكلم عن هاي المواضيع اللي قاعد تصير عندنا. هاي للأسف ما نقول إنه حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي يدمر الشعب العراقي واللي يأخذ أراضيه واللي يأخذ حلاله أموانه وحسبنا الله ونعم الوكيل. وتحياتي لك شكراً أستاذ، شكراً لك تحيات قناة الرافدين البطلة. هم من بغداد أبو أمير، حياك الله يا أبو أمير. أحييك وحيي برنامجك. حياك الله. بالنسبة للي يحصل في البطلة
جامعة الزبير. نعم. وقبلها المنارة اللي تهدمت. نعم. شفنا استنكارات يعني بعض القنوات. نعم. لكن ما رأينا الاستنكارات التي خرجت من أجل مساجد والقرآن الذي حرق والدور التي هدمت والمنارات التي سحلت في الشفرات من أتباع الصرخية، لم نرى استنكار من أي قناة إلا قناتكم فقط. أما ما يجري في العراق يا عزيزي هذا هو الموجود، هذا هو الموجود والمفروض علينا، لا يحق لنا أن نتكلم، نحن شعب مغلوب علينا، نحن بقايا شعب أصلا وليس بشعب. نحن نطلب من الدول العربية، نطلب من الاحتلال الذي هدم العراق وهجر العراقيين من دورهم، ولحد هذه الساعة المهجرون في الصحراء ونحن نعيش في سنة 23، لماذا لا يرجعون هؤلاء المساكين، هؤلاء الذين دمرت بيوتهم وأخذوا أموالهم وتنعموا بها الميليشيات القتلة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. شكرا شكرا أبو أمير. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وياك ابو عمر تشرين من الناصريه، شلونك استاذ افل؟ حياك الله، هلا بيك. طبعا هي لا 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 يجوز على جامع بيت الله، هذا بيت الله يعني مصحف من الله، يعني مصحف يعني من رب العالمين، هذا رب العالمين، هذا واحد لا شريك له، ما تخافون من عنده انتم، يعني تكون دائما هيك يعني هاي شغلاتكم، لا جامع لا جامع سلم من عندكم، زين لا 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 ارض مال مواطن سلم من عندكم، زين يعني انتم شنو يعني انتم مستهترين؟ هذا ناشد قاسم محمد السوداني، يا محمد السوداني انت شنو انت مستهتر انت وجماعتك، ما تستحون ما تخجلون، كان عيب عليكم ما عيب عليكم. نعم. استحوا شوية استحوا، ما عندكم ضمير، يعني هذا يعني على الكبر نعوة، ايش قد عمر الجامع هذا، زين يعني لا خليتوا منارة ما فلشتوها، لا خليتوا أرض ما استوليتوا عليها، استحوا شوية استحوا. نعم. استحوا هاي من الشاشة القدرة، استحوا عيب عليكم. نعم. أنا جاي ناسكم أخي شلون استهدف عيب عليكم، استحوا شوي خلوكم ضمير، ما عندكم ضمير انتو، لان انتو ما عندكم ضمير، هو ضمير منكم، لان انت مو عراقي، انا وافق على كلامي، انتو مو عراقيين انتو، زين ولا انتو كلكم ديول جابكم اسرائيل وامريكا وايران، زين يعني ما تستحون، خجلوا شوي خجلوا، يعني خافوا الله، خافوا الله، هجرت العالم، سويتوا ما سويتوا، يعني براحتكم جاي تلعبون. نعم. يعني ما تخافون من اول. نعم. يعني شنو الظلم هذا؟ نعم. يعني استحوا شوية استحوا، واحد يقول انا اجي انا عراقي، انا ادافع عن وطني. نعم. عن تراثي ادافع. يعني ادافع عن ارضي، عن شرفي. يعني والله العظيم يعني ما شفت هيك مثلكم انا. ما شفت هيك اصابه قدره، ما شفت يعني هدتوا عصابة، انتوا عصابة اصلا، انتوا يعني يقولوا الحكومة، حكومتش انتوا، انتوا اصلا اسماعيل ولد اسماعيل انتوا، وخلي تسمعون استاذ افل، اسماعيل ولد اسماعيل ان شاء الله من مصادقكم، ان شاء الله ظالمكم وجه، الظالم الظالم ان شاء الله، والله العظيم ظالم الظالم ان شاء الله، اجيكم على ظالمكم، على اي ظالمكم ان شاء الله، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نروح هسه إلى قضية الأتاوات واستخدام السلاح المنفلت بالتهديد والسيطرة على أملاك الناس. خاوات هي يعني تقدرون تسموها. هذا كله دا يصير بالتزامن ويا استمرار الانفلات الأمني بالعراق. أكو فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة قيام مجهولين
يتبعون أحد الجهات المسلحة اللي تبتز الناس بوضع عبوة ناسفة أمام باب منزل مدير شركة لمعان بغداد للمقاولات بالناصرية بمحافظة ذيقار، بسبب رفض مدير الشركة أن يدفع أموال وأتاوى إلى جهات طلبت منه هاي الأموال. خلونا نشوف هاي الفيديوهات. فيديو مسدس. هذا شنو هذا؟ الفيديو ما يحتاج واحد يعلق عليه نهائيا. مدير شركة لمعان بغداد اللي راح تشوفوه هنا دعا الجهات المعنية أن تحميهم من المبتزين وتخلصهم وتخلص محافظة ذيقار من الجهات اللي تبتز التجار، تبتز المقاول، تبتز الناس، ورا ما تم تفكيك العبوة الناسفة اللي وضعت أمام بيته كتهديد حتى ينجبر على دفع أتاوى لهاي الجهة المسلحة، وإلا يروح واحد من أهله هدر نتيجة هاي الخاوة. عنا احمينه ولدي اتاميه يعني بالليتين مفجرات يعني فوق شغل فوق عملنا تفضل هاي نشتغل بالسياج مال الجامعه جامعه السومر مال جامعه السومر وجاوا خلونا مفجرات بالباب بدء الطبقات بيت ما بي بس نسوان نسوان وجهال روعوا العالم شارع كامل كله طالع خارج المنطقه ناس تخاف عندها عوائل يعني وقت الصلاه يعني ما نشتغل بعد نقعد من هالعصابات هاي عصابات مجرمه يا سيد المحافظ يا قائد الشرطه يا مدير الاستخبارات الشؤون وين الدوله هالتحبينه مدينه صغيره يطب واحد بيها ملثم صاعد دراجيه يذب عبوه ما ادري ايش يذب روع الجهال نسوانا طفرت من السياج شردت على الاتجاه الثاني ما يصير يا سيد المحافظ يا قام مقام وين قام مقام وين يعني وين نروحنا نشرد الا نشرد خلينا نطلع عمي ما لا نعيش بالولايه ولا نشرد ما نطلع نشوف وين القائم مقام وين المحافظ وين القائد الامني وين مدير الشرطه وين ابو قوات التدخل السريع وين ابو الشرطه الاتحاديه وين ابو الامن العام وين وزير الداخليه هذول كلهم وينهم وين رئيس الوزراء اللي هو القائد العام للقوات المسلحه ذولا كلهم لازم يتجرجرون إذا نحكي بهاي المشاكل. إحنا بلد يدعون بيد ديمقراطية ويدعون حكومة مدنية ويدعون إن هم جو بال2003 على ظهر الدبابة الأمريكية حتى ينشرون للبلد الديمقراطية ويحررون من الدكتاتورية مثل ما أعلنوا هم وأسيادهم. لكن هذا اللي دنشوفه أي جانب تقدرون توصفوه أنتوا تقدرون توصفوه. نطلع من ذيقار ونروح إلى بغداد. نانا أهالي وعشائر منطقة النهروان وجهوا رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وراء مضايقات من قبل بعض قيادات التيار الصدري حتى يضغطون على شركات المقاولات اللي موجودة بالنهروان ويدفعون أتاوى وطالبوا من عنده أن يحاول إيقاف عمل أو ذولا طلبوا يوقفون عمل لذني الشركات هم طلبوا يوقفون عمل الابتزاز أو يوقفون الابتزاز من قبل التيار الصدري أو زعيم مقتدى الصدر وقضية أخذ الكوميشنات. خلونا نسمع هذا السيد مقتدى الصدر أعزه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهالي ناحية النهروان، نحن أبناء ناحية النهروان التي عانت ولا زالت تعاني من أبسط مقومات العيش وتفتقر إلى جميع الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وبعد الإهمال المتعمد من قبل المسؤولين خرجنا بتظاهرات شعبية سلمية لعشرات المرات، وكنا نطالب فيها انتشال الناحية من الواقع الخدمي الذي لا يسر العدو والصديق. وبالفترة الأخيرة بدأت ثمار حركتنا ونشاطنا على أرض الواقع وبالقدر الممكن، وهذا ما شكل مصدر إزعاج إلى بعض الجهات والنواب السابقين وخصوصا أحد النواب رياض غالي مفتن الذي يدعي الانتماء إليكم، وهددونا ما يمثلونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
بصفحات رسمية وأخرى وهمية، وأيضا هددونا تهديدات مبطنة واتهمونا بأنواع الاتهامات الغير صحيحة. هذا اللي كان موجود في النهروان. فالناس لما شافت هاي الفيديوهات وغيرها أكو هواية علقت على هاي القضية على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك. حيدر الحسن يقول: هذا بلد يتحكمون به ناس قتلة، إلك الله يا عراق. سؤال: من صنع هؤلاء؟ عبد الحسين عبد علي الطلياباوي يقول: عيب، كاف العالم ملت وتعبت بعد 20 سنة وأنتم مكلبين بالابتزاز والمساومات. أبو يوسف العراقي: هم معروفين من قديم، جماعة مقتدى ليس جماعة دين وإنما هو عصابة سراق وابتزاز، والموقف أمامكم. وسيد حسين أبو غنيمة يقول: نهروان مدينة لا توجد فيها خدمات، كلام الناس صحيح واقعي، التيار مسيطر على المنطقة. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية ما يحصل من ابتزاز من قبل الميليشيات أو المكونات المسلحة، شفنا بذي قار وشفنا في النهروان ببغداد. محمد من أمريكا حياك الله. عليكم أخي السادة، أسعد أحييك وحيي قناة الرافدين البطلين عزيزي. هم من 2003 قسما بالله، هم الحكي وجيش المهدي هم برد، هم عصابات، هو ما صار ديجا نحن الوادي كل مواقع مو خد علي استوى على الخد علي كل شيء ما استوى عمي، هم كلها عصابة. كفيلك الله حتى قاعد بيته ما قاعد بيته يطبون للبيته يقتلوا قسما بالله. شلون انا طاش في دقه قسما بالله جو علي طبوا للبيت كل شيء ما خلى على هذول الميليشيات جماعة الجيش المهدي لا لقاهم المهدي قسما بالله. حتى الذهب ما زوجتي بوقوا من عندي وخطفوني وعهد الحسينيات قسما بالله عذبوني والله العظيم. هم كلهم عصابات ارهاب ذولي ميليشيات قسما بالله تابعين كلهم الايران الحرس الثوري الايراني هم الحشد ودول اتباع مقتدى الصدر الارهابي المجرم والله العظيم. دول الى بوقه بالعراق بعد حين هون العراق بعيد قسما بالله. حتى قاعد بيته ما بستور على بيته والله العظيم. دول كلهم عصابات خنازير السلطه هم تابعين لهم والله العظيم. استاذ اسد لعبوا لعب بالعراق. تحياتي لك والقناه الرافديه. ابو علي من فرنسا حياك الله. شكرا محمد. سيدي الكريم تحيه لك ولمشاهدين قناه الرافدين. يعني بيوت. اذا يتسع صدرك الكريم انا ما اريد ادخل بهاي التفاصيل لانه ملينه لا. يعني هاي الاحداث والسرقه والابتزاز والتجاوز والقتل والخطف والى اخره انا اريد اتطرق الى موضوع اذا يعني هذا رايي المتواضع واحنا عشنا برا سنين طويله ونشوف الناس وعايشين ببلدان بيها قوانين وشلون تمشي ونفتهم هذا الكلام يعني ونعاني من غصة يعني ثلاثة أو يعني كل أوقات اليوم لأنه نشوف شو نشوف قدامنا نقارن ويا بلدنا مع الأسف. أنا رأيي المتواضع وواضح الموضوع أنا أشوفه. إحنا من 2003 وقبلها من 90 بدأ تطبيق البرنامج علينا هو التخريب وتدمير هذا البلد لأنه كان يشكل خطر، بلد بموارد وبلد بقوة بشرية وبعقول وبكل هذا، وهذا مرفوض بالمنطقة من قبل جهات يعني نعرفهم هم يعني اللي غاد من عندنا أمن اللي احتلوا فلسطين وربي يعني هي اللي خلينا نقول متبنيتهم. واستمر المخطط ودمر العراق الحصار وماتوا يمكن 3-4 ملايين عراقي بسبب هذا نقص الأدوية والغذاء والتغذية وسوء التغذية والعلاج إلى آخره. واستمر إلى أن اجتهم الفرصة الذهبية التاريخية ودخلوا هم بشكل مباشر ودمروا العراق تدمير كامل. الخطة عملية التخريب تتم بتدمير البنى التحتية وهذا مو بس كافي أيضا لكن الأخطر من عنده تدمير البنية البشرية والثقافية، انهيار التعليم، انهيار الصحة، انهيار الخدمات. يعني أنا ما أريد أكون أنا متشائم، إحنا مؤمنين برب العالمين سبحانه وتعالى وهذا يعني كتب علينا رب العالمين من أعمالنا ويجوز من مواقفنا ويجوز من أخطائنا، لكن هو موجود دائما والحل إن شاء الله يجي. أنا ما أشوف أكو حل بهذا بالخوض بهاي التفاصيل. لازم دولة إذا ما تشيل إيدها راعية اللي دخلت ودمرت العراق لأن هم متحكمين بالعالم كله ترى تقريبا زين إذا ما تشيل إذا مو هي تقرض
انه توقف هذا الكلام صدقني ولا راح يوقف. ومع الاسف احنا النظره بعيوننا احنا العايشين برا قاتمه بصراحه، لانه ظلينا لا احنا بالسماء ولا احنا بالقاع، بلدنا راح وانا لله وانا اليه راجعون. يعني لازم وقفه، الشعب يرفض هذا التدخل من دول الجوار وبرعايه امريكا. ترى لا تقول لي هذا ضد هذا وهاي الافلام وجيب هذا والبرنامج ما اعرف منه، ترى هذا كله ترتيب وكل من مصالحه وكل من ماخذ حصته واحنا الضحيه وبلدنا راح. اقدم بلد بالعالم واعرق بلد بالعالم واذكى شعب بالعالم دمرونا ودمروا. مع الاسف انا ما يعني ناسنا الخيرين موجودين واهلنا، لكن كثير مع الاسف اخلاقنا يعني تغيرت وطريقه التعامل شنو خطوف شنو احنا بيا زمان العراق. انا لله وانا اليه راجعون. طيب ونشكركم على جهودكم. شكرا شكرا ابو علي. بس انت قلت كلمه، شكرا لك، شكرا لك لمتابعه البرنامج، اتمنى تسمعني. انت قلت انا لله وانا اليه راجعون، ما نريد نقولها على العراق لانه ما مات العراق، هاي وعكه وهواية توعك العراق وصار باحتلال أكثر من مرة وهواية وقع العراق ورجع وقف على رجليه من جديد. أي رقم واحد. رقم اثنين، تقرير هيتشكوك اللي مكون من 6000 صفحة اللي دي يبحث مشروعية احتلال العراق عام 2003 بقيادة أمريكا وبريطانيا و30 دولة، كشف أنه العراق ما بأسلحة دمار شامل وأنه العراق ما كان يشكل خطر على العالم بجد الخطر الكوري الشمالي والبرنامج النووي الإيراني، لكن انت قلت هو مشروع تدميري. رقم ثلاثة، القضية هي مو قضية انه هم مجايين على مود يدمرون البلد، هم نفسهم ذولا اللي حكمون هم اللي روجوا الى كذبة العراق يمتلك اسلحة دمار شامل، وهم اللي روجوا للعالم هذا الشيء بقيادة احمد الشلبي واياد علاوي ومحسن عبد الحميد وغيره 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 ونور المالكي وعبد الحكيم واخوه وغيرهم، ذولا اللي روجوا هاي الامور حتى تجيك الدبابة وتحتلك ويصير بينا هذا اللي تشوفه. نروح هسه الى ملف خدمي. اشتكوا اهالي العاصمه بغداد من انتشار النفايات بالازقه والشوارع، عدم رفعها من قبل البلديه وامانه العاصمه على غرار البصره اللي نشرنا لها مقاطع هوايه مشابهه بحلقاتنا بالاسبوع الماضي. مواطن من اهالي منطقه العامريه بغداد وثق لنا بالفيديو احد الحدائق العامه والمتنزهات اللي موجوده بوسط المنطقه اللي تملأ النفايات وتكدست بالنفايات وأصبح عبارة عن مكب للنفايات، واشتكى من تكدسها وعدم رفعها من قبل البلدية وعمالها. خلونا نشوف. السلام عليكم. يعني هذا متنزه عود للعالم، شوف تبعد بيه، شوف الزبالة منين تبدي منها، شوف هاي سمن مدرسة مون وهاي الزبايل، شوف وشقد كتبنا عليها وحجينا وما يفيد. هاي خلف شوف الوصاخة، شوف الزبالة، هاي تجي السيارات مال النفايات تجي تشيل هذا كل يوم الصبح وتبقي هاي الهوسة هنا. شوفوها عمي، شوفها اليوم طلعوهم على قناة بالعامرية، النظافة كل الزينة، هذا مكان لا هو مخصص للزبالة. هذا اللي موجود بالعامرية ببغداد. أما هذا الفيديو هو بمنطقة الحرية همينة بالعاصمة العراقية بغداد، مواطن يشكل حال نفسه اللي هو تكدس النفايات بالشوارع بين البيوت قدام المدارس اللي ما حد يدير لها بال، ويتساءل عن دور البلدية وليش هذا التقاعس والإهمال. خلونا نشوف. عليكم مبروك عليكم يا وزارة التربية، مبروك عليكم يا وزارة الصحة، بعد مبادئ الدوام، بعد مبادئ الطلاب فقير جاي المدرسة، باعوا نانا شنو؟ باعوا هذا العراق عام 2023، العراق عام 2023 باع الأوساخ باع النفايات باع الزبل، لجلكم الله وين وصلت؟ بعد شوي راح اطب للمدرسه واطب للبيوت واطب للفروع. شوفوا هذا العام الدراسي الجديد، قرت عينكم يا بلديه الكاظميه، يا بلديه الشعله، يا امانه بغداد، شوفوا هذا الوضع ترضون به؟
ترضون هذا الوضع وهاي البكتيريا وهاي الفيروسات وهاي الامراض السرطانيه هنا بنص منطقه شعبيه بنص الحريه يم الاولى وما بين دور الشؤون وباته. هاي المنطقه جميله ولها الحلوين ولها وناس المثقفين الطيبين هيك يصير بيها. هاي بالحريه شفنا فيديوهات اثنين عن تكدس النفايات. هسه راح نشوفكم الطامه الكبرى اللي هي من محافظه المثنى جنوب العراق. نانا احد الاعلاميين نقل لنا عن مواطن تم تغريمه من بلديه الرميثه بمبلغ 1,000,000 دينار. ليش غرموا؟ لانه هذا المواطن شال الانقاض من الشارع العام. ليش صارت عنده انقاض؟ بلديه الرميثه بوقت سابق فلشت واجهات المحلات اللي هو يملكها بداعي التجاوز وتركت الانقاض مرميه بالشارع. ورا ما طلعوا الامور طلع ماكو تجاوز اصلا، والرجال شاف الانقاض بالشارع اجر عجلات رفع الانقاض بنفسه. جت البلديه يا بت ليش تشيل الانقاض بكيفك؟ هاك غرامه 1,000,000 دينار. خلونا نسمع. اليوم راح اشوفكم اغرب غرامه في تاريخ العراق وتاريخ الوطن العربي وتاريخ الامه الاسلاميه. غرامه 1,000,000 دينار لمواطن رفع الزبالة والأنقاض من الشارع العام. أي والله. القصة كالتالي: مواطن عنده ملك هنا في الرميثة 13 محل، البلدية قالوا له أنت متجاوز تقريبا 4 أمتار عن الشارع، ففلشوا المحلات كلها، من رجعوا للمحكمة وطلعوا المساحين والخبراء اكتشفوا أن الرجل صاحب الملك وصاحب العقار صاحب هذه الأرض غير متجاوز، وأن الأربع أمتار اللي رادت البلدية تفلشهن وفلشت الأملاك كلها سوية وياها كان إجراءهم مو صحيح، فرفع دعوة قضائية عليهم من أجل التعويض، ولا زالت الدعوة القضائية حتى الآن في المحكمة. الرجل هذا المقروض شاف أكو أنقاض هنا مثل ما جاي يشوفوها هسه بهذه المقاطع الفيديوية، شارع منظر معيب منظر مخزي، فقرر يرفع الزبالة. فاجوا البلديه قالوا يا بس شلون ترفع الانقاض؟ شلون ترفع الزباله؟ بطحوا 1,000,000 دينار عراقي لان رفع الزباله من الشارع العام. هاي غير غرام، هاي اول مره اسمع بها. يغرم مواطن لان رفع الزباله؟ زين ليش 1,000,000 دينار؟ شنو هذا الرقم المبالغ به؟ واحلى ما مكتوب بالوصل: الفساد خزي في الدنيا ونار في الاخره. اي الفساد لما انت تشيل الانقاض بتريله انت مأجرها، ما جاي بتريلات من البلديه ونعطيهم فلوس. الفساد لما ما تعطيهم فلوس وتحافظ على املاكك، ولما يجون يفلشوها تروح ترفع عليهم دعوه لان هم فلشوا املاكك الصحيحه، فهذا فساد. الفساد لما تريد تحافظ على نظافه مدينتك والشارع الرئيسي بمدينتك وما تريده يتخرب، هذا فساد. الفساد لما تريد تدافع عن حقك امام الظلم، هذا فساد. الفساد روحوا لليابان. باليابان اكو عندهم حاله انه المواطن يقدر يلقي القبض على اي مجرم مطلوب للدوله وللشرطه بنفسه ويوديه لمركز الشرطه ويسلمه ويؤدوا له تحيه للمواطن. بس المواطن هنا شال انقاض، ليش بكيفك تشيل الانقاض؟ منو قال لك تجي تشيل الانقاض؟ زباله احنا نريدها. تعرف ليش يردوها؟ لان هم زباله. انت دا تشيل شيء غير منظر غير حضاري هم يردوه. هاي المشكلة بهذا الفيديو. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من فيسبوك مؤيد العقبي يقول: وهذا المدير اللي حزب ينتمي لأن ما شاء الله ماكو مدير دائرة بالعراق إلا يكون متحزب، فهؤلاء حتى عندما يتجاوزون على القانون فأحزابهم وميليشياتهم أعلى من القانون، هذا بلد الأحزاب والميليشيات كل شيء فيه وارد. رعد عزيز يقول: غرامة البلدية بالملايين لأن عندهم الملايين تتناثر بالصرف على المشاريع التي لم تغير من الواقع شيء. نصير العاقوبي يقول: سؤال لذوي الاختصاص، هل يجوز للبلدية أن تحجز مواطن بحجة دفع الغرامة؟ وكرار يقول: من أفسد دوائر الدولة هي دائرة البلدية، سبحان الله، وبكل محافظة. فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي الغرامة العجيبة الغريبة اللي ما موجودة إلا بالرميثة. أبو علي من الناصرية حياك الله.
أبو علي من الديوانية عفواً. انقطع الاتصال ويا أبو علي من الديوانية. أبو رعد من بغداد حياك الله. انقطع الاتصال أيضاً ويا أبو رعد من بغداد. إذا تحبون ترجعونا وتحجونا رأيكم. العراق بلد حالة حال البلدان اللي موجودة بالعالم، بهواية قطاعات، بهواية أمور حياتية روتينية، لكن هذا المشكلة، هذا البلد مشكلته الله بلاب ناس همهم مو البلد، همهم المصلحة الشخصية اللي غلبت على مصلحة البلد وعلى مصلحة المواطن وعلى هيبة البلد وعلى سيادة البلد ومنظر البلد أمام البلدان الأخرى. قبل ما نكمل شنو اللي موجود بالعراق، أبو علي من الناصرية رجع لنا حياك الله. الله يسعدك، شلونك استاذ زيد؟ مشتاقين لك، مشتاقين لك، شلونك حبيبي؟ هلا بيك. الله يخليك والله يخليها الإذاعة. حياك الله. والنظاري والموظفين اللي فيها. الله يسلمك. والكادر. الله يسلمك أبو علي. شوف حبيبي، خلنا خدمك. العراق خدمك. شوف الزحنة محتلين من بين إيران وأمريكا. نعم. يعني هسه كم من ثواني. يعني احنا مرتدين جيسين زين القوم والاحتلال قالك انت الهادي الميليشيات ماكو المقاومة وين بالشبه الخامسة الجيش السابق مو صحيح؟ نعم. يعني احنا هسه ماكو المقاومة سوى ارهاب اللي دافع عن الوطن، هسه ماكو اللي دافع عن الوطن على كلنا سهل هذا الحشي. احنا القوات الامريكية ماكو، احنا ما نريد لا ايران لا ايران ولا امريكا، دمرونا دولة. نعم. من جيتين. No. هاي وحدة، هاي الميليشيات قال ماكو، هاي الميليشيات صار ويا أمريكا ويا إيران تجي. No. على الفقير السلبة بالشارع. هسه اليوم أكو واحد خطية طب ذا المصرف اليوم ماكو، يعني هو يبي شفه بط صرافة، رجعوا الميليشيات طبقوا عليه سلاح وخذوا فلوسه، يا احنا ودع احنا من قبل فلان من قبل الصدر زين، احنا No. من جماعة السيد والسيد يريدك زين. هاي وحدة أسك واحد عند بيت قالوا له أطلع من البيت لا زين قرب ما الفجر زين، هي هاي يسموها على أساس على أساس هم هذول تابعين للصدر. هو شوف كل المشيات هي حرامية، كل الله وكيلك هذول ناس خروجة. طيب. بس إن شاء الله إن شاء الله يا ما إن شاء الله شوف أنا خاطب الشعب العراقي. تمام. مو المشيات. أيوه الشعب العراقي قوموا لا تخافون لا من امريكا ولا من ايران. طيب. قوموا. شكرا شكرا لك ابو علي، اعتذر منك بس الوقت راح يداهمني. هم ابو علي بس من الديوانيه واتمنى بسرعه واعتذر منك يا ابو علي. رحم الله والديك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والديك الرحمه حبيبي. احنا بالعراق الموت موت البطيء. نعم. الدوله ما تشارك الشعب بقراراتها. نعم. يعني اي واحد تقول له هذا حرامي ما يصدقك، يفوتوا لك شلون هذا الغرض مو مليون مليون دينار. نعم. يعني بلديات عندنا بلديه بعمان ما يقدر تحكي وياهم نواب، يعني ملعب 750 بقع فارغه صراحه 10 سنوات انا ما عرفت اول شيء صورته ولا ثالثه. نعم. يا حبيبي الله وكيلك احنا لا نريد الملعب ولا نريد من عندهم والنفط ياخذونه، بس نريد من عندهم الكهرباء والماي. ما طلبنا شيء من عندهم، لا 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 واجد ينتخبكم بعد. No. والله شعب مستاهل هالحكومه لان زين طلع كله تحدى وانتخب، انتخب تركم حراميه والله هذا كله من دينا ما يغير الله من قوم الا ما يغير بنفسهم، والله نغير يعني مع الشيشه هذا هي عاقبتنا من الله، هاي عاقبتنا. طب. لان طلعنا وتحدينا الزمن وانتخبنا الحراميه السلسليه هاي. طب. ولا حرامات واحد ينتخب حراميه يعني. طيب. ورجعت العنا علينا، رجع العنا علينا نصورت لك. نعم. رجعت العنا علينا بالديوانيه، رجع العنا علينا انتخبنا حراميه، يعني جبنا مرض سرطان حطينا على قلوبنا. نعم. ودفعنا الضريبه هاي. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. نرجع الى قضيه مشاكل العراق. اكبر مشكله وآفة بي اللي هي الفساد اللي نخر البلد من شماله الى جنوبه ارضه. قضيه السكك الحديد كل فتره وفتره تطفو على السطح بسبب الفساد همينه. اليوم راح نحكي عن موضوع تهالك سكك الحديد بالعراق، كثرة الأعطال والحوادث بها. تخيلوا قطار ينقل زوار من منطقة الفاو بمحافظة البصرة، بصرة الخير،
هذا القطار اللي محمل بناس واللي هم المفروض أمانة بعد رب العالمين يم شركة النقل اللي هي الشركة العامة للسكك الحديد بالعراق، لكن بسبب الفساد اللي بيها حالها حال أي مؤسسة بالعراق بها مشاكل هواية، القطار خرج عن السكة بمنطقة الشعيبة جنوب العراق أثناء نقل المسافرين. خلونا نشوف. بعدين شنو النفايات والزبالة اللي موجودة بين السجتين بالسجة؟ واحد ينظف ولو أول قبل شوية طلعنا النفايات بكل مكان. قطار ثاني، هذا القطار محمل بالمشتقات النفطية اللي وجودها خطر على الناس، هي مواد سريعة الاشتعال، مجرد تواجدها بالقرب منهم هو يهدد حياتهم. هذا القطار طلع وراها راح مشى طب بمنطقة الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية، عطل وقف سد الشارع سبب أزمة مرور خانقة وشل حركة السير بالمنطقة. تعالوا نشوف. في مدينة الحمزة اليوم القطار تم العطل فيه الساعة 11 صباحا. ها الله شاهد ها بتقول عطل القطار يقول لك ما عطل القطار قطع السير بالكامل. الناس لما شافت هالفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من فيسبوك أبو سماح الشمري يقول هذا النوع من عطلات القطارات يحدث بكل دول العالم فليس بشيء غريب، لكن غريب أنه يرمى بالحجارة. عمر العيس، هذا القطار بالدورة بغداد دمار دمار يطلع من المصفى بالدورة يعطل بالأسبوع 3 مرات، هسه بالحمزة عاطل صدق كذب، هذا القطار من زمن هتلر بس يصبغوه ويجددوه. أما السلطان حسن الراشدي، هو أكو بالعراق ظل شيء مع عطلان كل شيء، حزب الله يخرب بيوتهم لكل الذين أتوا مع الدبابة. سمارت، فقط سرقات بدون صيانة صار 20 سنة. مشاهدين الكرام، قسم التواصل الاجتماعي بعد أن طلع لنا محمد الشياع السوداني رئيس حكومة الإطار التنسيقي بمسرحية جديدة أخرجها حتى يبرر ساحة العصابات والميليشيات والعصائب من سرقة مصفى بيجي ويرمي التهم على غير أشخاص، ركز بهذا الانفوغرافيك على هاي القضية اللي هي قضية سرقة مصفى بيجي. خلونا نشوف. مصفى الشمال أيضا بعد أن تم استعادة الأجزاء المسروقة من هذا المصفى بتعاون وبمبادرة وطنية من قبل أحد المواطنين بادر إلى تسليم هذه المواد. حكومة العجائب ومسرحيات الوهم المبتذلة تستمر بتسويق أكاذيبها للمواطنين بعد إعلان السوداني استعادة معدات مصفى بيجي التي اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ميليشيا العصائب بسرقتها في وقت سابق، قبل أن يكشف السوداني عن استعادتها عن طريق أحد المواطنين في كردستان العراق. سخرية العراقيين جابت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات السوداني، فمن سيصدق أن معدات ضخمة تم تهريبها إلى كردستان العراق إبان سيطرة تنظيم داعش على غالبية الطرق المؤدية لكردستان العراق باستثناء الطريق المار عبر ديالا الذي كان تحت سيطرة الميليشيات نفسها. مصادر رسمية أكدت أن تهريب معدات المصفى تمت أمام أنظار الحكومة دون أن تحرك ساكنا بعد سيطرة ميليشيا العصائب على مصفى بيجي عام 2015 وتفكيك معداته وتهريبها إلى إيران على مدى عام كامل. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تداول صور ومقاطع مصورة لسرقة ميليشيات العصائب لمصفى بيجي وتفكيكه ونقله إلى إيران بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش.
مشاهد أظهرت مواد ومعدات قديمة جرى عرضها على أنها ذات المواد المسروقة من المصفى دون التطرق إلى الجهة التي كانت تقف وراء عملية السرقة والتهريب، في تزييف واضح لحقيقة وقوف الميليشيات خلف هذا الموضوع وتدمير أكبر مصفى في الشرق الأوسط وبيعه بأبخس الأثمان إلى إيران، ما تسبب في نقص إمدادات المحروقات والوقود في عموم البلاد خلال الأعوام التي تلت عملية الإجهاز على المصفى. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. نعم، لأن هذا المصفى كان ينتج ثلث إنتاج العراق اليومي. هاشتاغ الاثنين تنتفض دفعة 22، هذا الهاشتاغ اللي تصدر ترند العراق بعد أن نوى خريجو المهنة الطبية والصحية لعام 22 تظاهر يوم الاثنين المقبل بسبب مماطلة الحكومة وعدم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة، وطالبوا عبر هذا الوسم بالإسراع في إصدار أوامر تعيينهم وعدم المماطلة بها. فجبنا لكم بعض التغريدات على موقع اكس تويتر سابقا. إيلاف طالب غردت: الخريجين منذ سنة يطالبون بالتعيين، يجب إنصافهم وتوفير حقوقهم والإسراء في تعيينهم. إبراهيم العراقي: ما هو مطلبنا؟ هو إرسال التخصيصات المالية من وزارتي الصحة والمالية إلى مجلس الخدمة لكي يتم تعييننا ويتم تدرج إخواننا من الدفع السابقة. مريم: التعيين يا عالم، حتى تويتر غيره وشكله وإحنا بعدنا ممعينين. ومرتضى عدنان يقول: ليش وقت بعد ننتظر؟ ملينا من كتابنا وكتابكم، حتى المادة العلمية نسيناها يا وزير الصحة، نريد حقنا بالتعيين. هذا الهاشتاغ واللي قبله كانت على هاشتاغ الاثنين تنتفض دفعة 22، لكن المشكلة اللي موجودة في العراق أنه دفع من سنين لحد الآن ما متعينة لسبب أنه التعيين بالعراق يا أما ينباع يا أما تجيب لك ابن عم وابن خال لحزب ومسؤول حتى تقدر تتعين. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان.